أهلا بكم إلى حلقة جديدة من المنصة. قبل يومين انتهت المهلة المحددة لحملة وطن بلا مخالف في المملكة العربية السعودية، والتي كانت حددت بأربعة أشهر. الحملة استهدفت الوافدين إلى أراضي المملكة ممن يقيمون بطريقة غير قانونية. كانت الجوازات السعودية قد دعت المخالفين إلى المبادرة بإنهاء إجراءات مغادرة المملكة فور الحصول على تأشيرة الخروج النهائي قبل انتهاء التأشيرة أو الفترة المحددة. وقد تكفلت 19 جهة حكومية عاملة في المملكة بملاحقة المخالفين، أسفرت عن مغادرة 500 ألف وافد كآخر الإحصائيات الصادرة عن الحكومة السعودية. سنناقش في حلقة هذا الأسبوع مدى تأثر العمالة اليمنية في السعودية من هذه الحملة بعد أن نشاهد التقرير التالي حول الموضوع. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها أضيفت إليها حلقات أخرى. هكذا يكون البيت الشعري أكثر قربا إذا تم إسقاطه على واقع المغترب اليمني في السعودية. لا تكاد الحكومة السعودية تفرغ من إجراءات بحق المقيمين في المملكة حتى تبدأ إجراءات أخرى تضيق الخناق عليهم. حملات وإجراءات عدة فرضتها حكومة المملكة العربية السعودية على الوافدين، ابتداء من سعودة الأعمال وانتقالا إلى فرض رسوم على مرافقي المقيمين، وانتهاء بشن حملة وطن بلا مخالف التي تهدف إلى ترحيل أكبر قدر ممكن من العمالة الوافدة. شملت الحملة التي حددتها وزارة الداخلية السعودية في وقت سابق كل من لا يحمل وثيقة إقامة تثبت هويته، أو كل من يحمل وثيقة ولكنه مخالف لنظام الإقامة والعمل. كما تستهدف الحملة كل من دخل المملكة بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أو عبور ولم يغادر بعد انتهاء فترة صلاحية تأشيرته، إضافة إلى كل وافد خالف التعليمات بالحج دون تصريح. أربعة أشهر كانت مدة المهلة التي حددتها الحملة حتى يقوم كل من تنطبق عليهم الشروط بتسليم أنفسهم، ومن لم يفعل ذلك بعد انتهاء المهلة التي كان موعد انتهائها قبل أيام فإن عقوبات صارمة بانتظاره، تتمثل بالترحيل ودفع غرامة 15 ألف ريال سعودي، وتتضاعف المبالغ بتأخر تسليم الشخص نفسه لتصل إلى 50 ألف ريال سعودي للمخالف و100 ألف للمتسلل، إضافة إلى السجن لستة أشهر. وطن بلا مخالف، حملة صيغتها مولفة بالقانونية لكنها مفرغة من الإنسانية، خصوصا أن الوافدين اليمنيين الذين سيتضررون منها بشكل مباشر يمرون بظروف صعبة فرضتها الحرب التي تشهدها البلاد وتعتبر المملكة جزءا منها. إذا تابعنا التقرير حول موضوع هذه الحلقة حول تأثيرات حملة وطن بلا مخالف على المغتربين اليمنيين. بإمكانكم التواصل معنا والمشاركة من خلال قنوات التواصل المتاحة، أرقام الهاتف، وأيضا من خلال البث المباشر على الفيسبوك على صفحة القناة. نصر علي، أهلا بك نصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله أخي سامي وجميع المشاهدين، وحييكم بتحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أخ نصر. تأثيرات وتبعات الانتهاء المدة المحددة لحملة وطن بلا مخالف على العمالة اليمنية. هي الآن أصبحت أخي سامي، هي انتهت أعتقد يوم أمس أو قبل أمس، انتهت حملة مخالف يعني وطن بلا مخالف. الآن أصبح اليمني بشكل عام هو مخالف بلا وطن بالأصح. ليعرف الجميع أن هناك في السعودية من بعض الجاليات ثلاثة أجيال، الجيل الثاني والثالث في كثير من الحالات لا يعرفون من وطنهم إلا اسمه فقط في هوياتهم، ويعرفوا تاريخ السعودية وملوكها ونشيدها وعلمها، وتعايشوا مع الوضع برضا وقناعة واستماتوا في حب السعودية. لكن أخي سامي الآن الوضع تغير ولا بد من مغادرتهم إذا لم يستطيعوا التأقلم مع الوضع الجديد. لكن إلى أين؟ هنا السؤال، إلى أين؟ لا يعرف هناك أحد أو لهم بيت أو انتماء، وفوق ذلك في أغلب المحافظات كما يعرف الجميع أن اليمن تعاني من حروب ومآسي، بل وتركها أهلها، لم يستطيعوا الصمود في ظل الأوضاع الصعبة. هنا يتوقف القلم ويظهر الألم. هنا المخالفون اليمنيون لا يعرفون إلى أين يذهبون. طيب، ما الذي يمنع المخالفين من الاستفادة من مهلة الأربعة أشهر وتصحيح أوضاعهم؟ كانت الحكومة والجوازات السعودية وضعت أربعة أشهر لتصحيح الأوضاع، لماذا لم يستفيدوا من هذه المهلة؟
أخي سامي، عندما أنت تتكلم عن ناس عاشوا في هذه هنا منذ ولودهم منذ وهم أطفال لا يعرفون أحد في اليمن ولا لهم. طيب ما علاقة الأجيال المتعاقبة داخل المملكة بوطن بلا مخالف؟ هم ما دام أنهم أجيال متعاقبة داخل المملكة أكيد كانت لهم أوراق ومعاملات وإقامة. لا نتحدث عن وضع استثنائي لمن دخلوا بوضع استثنائي ولم يستفيدوا من أن يكون لهم إقامة رسمية وأصبحوا ضمن خانة المخالفين، لماذا لم يستفيد هؤلاء من الأربعة الأشهر ويصححوا أوضاعهم؟ نصر؟ لدينا اتصال آخر، الأخت سهام، أهلا بك سهام. السلام عليكم. وعليكم السلام سهام من الرياض. سهام، بالنسبة لك مدى تأثير بدء أو انتهاء المهلة المحددة بالأربعة الأشهر وتأثيرها على الأعمال اليمنية في المملكة العربية السعودية؟ أنا في الوقت الحالي طبعا موظفة في إحدى الشركات القطاع الخاص. تأثيرها هذه علي أنا إجمالا في حال أنه ما كان لي أي أوراق ثبوتية في الشركة مثلا، أعتبر أنا مخالفة. تمام، أتكلم بشكل عام، إذا في ناس مثلا جايين زيارة لليمن في حال وضع الحرب ووضع البلد المأساوي، كثير ناس داخلين للعلاج للهروب من الحرب وتأثير الحرب، أو جايين بزيارات حكومية، فكل هذا راح يتأثروا. إذا ما كان عندهم أحد ممكن يساعدهم في موضوع وجودهم في البلد ك 24 ساعة مثلا، يحط قرار ينهي مستقبل كبير ناس موجودة في الرياض، فأنا في السعودية إجمالا، فأنا أقول إنه في ناس موافدين، في ناس مواليد، في ناس عندهم إقامات من زمان، صار عندهم مشاكل في الإقامة بسبب عدم تجديد الكفيل مثلا، أو عندهم بلاغ هروب من الكفيل أحيانا يكون بسبب مشاكل. تمام، يعني الحملة هذه حتستهدف المخالفين أيا كانوا، سواء كان عندهم زيارة أو كانوا مقيمين في البلد ولهم سنوات طويلة. طيب، وضعت أربعة أشهر لتصحيح الأوضاع، هل كانت الفرصة مؤاتية لليمنيين حتى يستفيدوا من هذه المهلة ويصححوا أوضاعهم، أم كانت هناك صعوبات تمنعهم من الاستفادة من هذه المهلة؟ أكيد في صعوبات، أكيد، لأنه أنت ما تتكلم عن شخص أو شخصين، أنت تتكلم عن آلاف الآلاف داخلين عن طريق الحدود، غير المقيمين اللي كان أصلا عندهم مشاكل مع كفلائهم، سواء هروب سواء يعني ما غلق عليهم الحاسب الآلي اللي هو نظام التجديد إذا كان عند الكفيل أي مشاكل مع الجوازات أو مع أنظمة البلد يعني. فهذا الشيء صراحة يعني مجحف بحق كثير ناس، كانوا من الأولى أنه يستثنوا يمنيين أو العمالة أو الجنسيات معينة إجمالا. تمام، فللأسف يعني في ناس كثير تضررت، في ناس سافروا على الأعياد، في ناس سافروا لسه قريب ولسه ما زال الناس قاعدين يسافروا، لأنه حتى الناس اللي موجودة ووضعهم تمام، وضعهم أوكي، عليهم قرارات ما هو قادرين يواجهوها، ولين الحين قاعدة تستمر القرارات سواء على اليمنيين أو على غير اليمنيين. طيب سهام، ما الممكن كان فعله حتى لا يتأثر اليمنيون بهذه الحملة؟ هل كانت الحكومة اليمنية قادرة على فعل شيء؟ هل السعودية أيضا، والسؤال المطروح، لماذا السعودية لا تستثني اليمنيين في هذا الوضع الاستثنائي من هذا القرار؟ كالمملكة العربية السعودية يعني دولة مشاركة في التحالف، أنا كنت يعني أنتظر قرار يكون في حق اليمنيين منصف في وقت كان يعني بحق الجيرة، بحق الوضع المأساوي اللي موجود حاليا في اليمن، أو حتى الوضع اللي موجود داخل السعودية بالنسبة لليمنيين. يعني صراحة ناس كثيرين متضررة، والحكومة للأسف، الحكومة الشرعية للأسف يعني ما كان العصم يعني اللي تعمل معانا كذا، يعني إجمالا اليمنيين كل اللي موجودين هنا كانوا ينتظروا منها موقف
سواء الحكومة اليمنية أو الحكومة السعودية. شكرا. لكن يعني في النهاية هذه الحاجات كلها قرارات دولة وقوانين دولة، يعني إجمالا يشوفوا أنه هذه الأشياء كلها لازم تكون من حق أي مغترب في السعودية، لازم تطبق عليه قوانين. هم يروا كذلك، لكن إحنا نرى شيء مختلف، سواء إحنا كمقيمين أو كزائرين. يعني كان المفروض استثناءات لليمنيين. شكرا جزيلا لك سهام. أذكر بإمكانية التواصل معنا من خلال الأرقام الظاهرة في الشاشة، وأيضا من خلال التفاعل المباشر والتعليق من خلال البث المباشر على صفحة القناة على الفيسبوك. لدينا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام أخ مختار، أهلا بك مختار. مساكم الله في الخير. مدى تأثر اليمنيين بهذه الحملة؟ أولا بالبدء نشكر قناة بلقيس وطاقم القناة على هذا البرنامج والبرامج التي تناقش أوضاع اليمنيين بكل بلدان العالم وتجد حلول لها. كما نشكركم لإتاحة الفرصة لنا اليوم الحديث عن حول حملة وطن بلا مخالف. تفضل أخ مختار، شكرا لك. حياك الله. أولا المملكة العربية السعودية دولة ذات سيادة وقانون، ومن حقها حماية حدودها وأمنها واستقرارها وأمن مواطنيها، ونحن نقوم نحترم جميع قراراتها. ونحن مقيمون في السعودية من فترة، و يعني منذ الفترة التصحيحية لحملة وطن بلا مخالف، يعني تم مغادرة عشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين المتواجدين في المملكة العربية السعودية وتضرروا منها، وأكثر الناس الذين تضرروا منها هم برضه الذين هم لهم من 40 ومن 50 سنة، وأبنائهم من مواليد هذا البلد وعايشين في هذا البلد. كيف تأثر مختار؟ هو كان طرح هذه النقطة الأخ نصر وأنا لم أستوضحها منه. كيف تأثر من له مقيم في السعودية 40 و50 عام من حملة وطن بلا مخالف؟ يفترض أن لديه كان أوراق رسمية منذ سنوات مضت يعني. نعم، ولكن هم طبعا عندما يكونون يعني أولاده في السعودية وعايشين مواليد السعودية ويخرجون لليمن، وليس في اليمن في حالة رخاء ولا حالة أمن، تدهور أمني، تدهور الوضع الأمني والوضع الاقتصادي والحروب العبثية التي يقوم بها الحوثيون وأنصارهم. طيب الآن كانت هناك آلية لتصحيح أوضاع المخالفين هو مغادرة المملكة العربية السعودية ومن ثم العودة مرة أخرى، هذا قد يكون ممكن لكل الجنسيات ما عدا الجنسية اليمنية لأنه فيها حرب، وداخل اليمن أيضا لا يوجد لا سفارة ولا قنصلية سعودية يمكن من خلالها تقديم معاملة مرة أخرى. كيف تنظر للإجراءات والمهلة والآلية التي وضعت لليمنيين؟ هل كانت منصفة من قبل السعوديين؟ أولا بالنسبة للمهلة المحددة ليست كافية بالنسبة لكثرة المخالفين ولكثرة تصحيح الأوضاع ولكثرة المتواجدين هنا في المملكة العربية السعودية. فمن المفترض أن يكون في استثناء للجالية اليمنية لما تعيشه من حروب ومن دمار ومن وضع مأساوي. طيب مختار، ما هي الآلية التي رتبت لليمنيين حتى يستفيدوا من تصحيح أوضاعهم والاستفادة من مهلة وطن بلا مخالف؟ هل السفارة والقنصلية رتبت وسهلت للمقيمين؟ ما الذي حصل يعني؟ اشرح لنا. وكان في بالنسبة للترتيبات، نعم كانت في ترتيبات من السفارة وترتيبات من الحكومة السعودية، ولكن كانت ليست بكافية لتصحيح جميع المتواجدين اليوم المخالفين أنظمة الإقامة والعمل. الذي عانوا منه في المملكة العربية السعودية أنه المدة ليست بكافية. طيب لكن على العموم في ناس استفادوا من المهلة وصححوا أوضاعهم يعني. نعم، في ناس استفادوا من المهلة وتم تصحيح أوضاعهم، ولكن الكثيرين منهم من غادروا من بداية المهلة التصحيحية إلى انتهائها عشرات الآلاف اللي غادروا السعودية. شكرا. فالذين غادروا السعودية يعني بحيث أنه اللي عليهم بلاغات واللي عليهم مشاكل واللي عليهم حاجات فما قدروا يعملوا تصحيح أوضاع لهم. طيب شكرا جزيلا لك مختار.
الجوازات السعودية كانت رتبت وجهزت أكثر من 50 موقع في عموم المملكة، وفق إحصائياتها تتولى مهام استقبال المخالفين المستهدفين من الحملة وإتمام إجراءات مغادرتهم، وأكدت أنها ستغلق سجلات المخالفين من الوافدين إلى أراضيها في حال لم يغادروا المملكة، أما من غادر من تلقاء نفسه سيحق له العودة للأراضي السعودية للعمل، ولن يطبق عليه عقوبة بصمة مرحل والتي تمنع من يتحصل عليها من العودة مرة أخرى. عن موضوع الحلقة تلقينا مشاركات وصلتنا عبر الواتساب، نتابع. ما يتعرض له أشقائنا المغتربين في المملكة العربية السعودية تحت عنوان وطن بلا مخالف، هو يمكن النظر للموضوع من عدة زوايا، لكن يمكن تشخيصها جميعا بأنها شبيهة بقوانين الرق والعبودية التي كانت قائمة في أوروبا في القرون الوسطى. فلو نظرنا من ناحية إنسانية، هؤلاء قاموا بواجبهم، لم يقصروا تجاه المملكة. هؤلاء الذين يتم تطبيق عليهم القوانين والتشريعات المستحدثة وبالتالي جعلهم مخالفين، هم من بنوا المملكة العربية السعودية. الحقيقة المواطنة اليمنية يعيش مأساة بكل ما تعنيه كلمة المأساة من المعنى، يعيش مأساة داخل الوطن، ثم إذا قرر أن يخرج من حدود البلاد يعيش مأساة أخرى نظراً للإجراءات الإدارية التي تقوم بها الجهة التي يسافر إليها أو الدولة التي يسافر إليها. سمعنا مثلاً عن حملة في المملكة العربية السعودية اسمها وطن بلا مخالف. طبعاً نأمل من أخواننا في السعودية أن يراعوا وهم ينظمون العملية الوظيفية داخل السعودية أو أي إجراء للوافدين إلى السعودية، أن يراعوا أن المواطن اليمني قد خرج من بلاده إليهم كضيف أو كنازح. نعود لاستقبال اتصالاتكم. لدينا اتصال من المملكة العربية السعودية، الأخ ماجد. أهلاً، مساء الخير. أهلاً ماجد، بالنسبة لك كيف تبدو تبعات وأضرار هذا القرار وهذه الحملة على المغتربين اليمنيين؟ يسعد مساك أخي سامي. حقيقة هذه الحملة سبقتها إرهاصات كثيرة، الإعلان متوفر من 4 أشهر، حدد فيه أنه المتأخرون على المغادرة اللي هم قادمين بتأشيرة حج أو زيارة أو عمرة 50,000 سوداني. قال لي السفير اليمني أنه أكثر من 40,000 يمني من غادروا، أرقام كبيرة غادرت المملكة العربية السعودية بسبب هذا القانون. ولكن المشكلة الآن في اليمن، ما الذي سيحدث؟ إلى أين سيذهب هؤلاء العائدون من المملكة العربية السعودية؟ هنا هو السؤال الكبير. هؤلاء سيتحولون إلى قنابل موقوتة. تعرف أنه لا يوجد في اليمن سوى جهتين فقط من تدفع المال هذه الأيام، هي أما القاعدة وأما الحوثي. كان رئيس ما يعرف باسم اللجنة الثورية قد أعلن عن استقبال مثل هؤلاء الشباب، سيكون قنابل موقوتة في قادم الأيام. طيب، هل الآليات التي وضعتها الحكومة السعودية وإدارة الجوازات السعودية هل كانت منصفة وميسرة لأحوال اليمنيين؟ كانوا بإمكانهم الاستفادة من المهلة وتصحيح أوضاعهم؟ هل السفارة والقنصلية اليمنية كانت ربما تقوم بالترتيب وتصحيح الأوضاع؟ وأيضا السعودية لا توجد لديها لا قنصلية ولا سفارة داخل اليمن ولا داخل عدن، كنا سمعنا التصريح ذهب أدراج الرياح للسفير السعودي. ما الذي فعله وما هي الترتيبات التي وضعت لتصحيح أوضاع المخالفين؟ في حقيقة الأمر الاستثناء الوحيد لليمنيين كان في السابق الذين منحوا إقامة زائر، هوية زائر، الذين بلغوا 400,000 وأكثر من 400,000. أما في حملة وطن بلا مخالف لم تستثنى أي جنسية. كنا قد سمعنا في الماضي عن استثناء الجنسيات الفلسطينية والبرمائية والسودانية، ولكن لم يحدث من ذلك شيء. فقط من كانوا يحملون بطاقة زائر المكرمة الملكية اللي كانت من حوالي سنتين فقط هم من استفادوا، أما من دخلوا من بعد هذا التاريخ، وحتى بعض الصحفيين وبعض السياسيين مهددين بالترحيل، بعضهم لم تجدد تأشيراتهم حتى الآن. حتى المسؤولين ممكن يرحلوهم يا ماجد؟ يحدث ان هنالك بعض المسؤولين لم تجدد تأشيراتهم.
أنا كنت قرأت خبر في إحدى المواقع السعودية أنه حتى من لديه زيارة حكومية ولم يجدد ربما يكون ضمن وطن بلا مخالف مستهدف من الحملة. طيب أنت تحدث عن الاستثناءات، أنا كان سؤالي ليس عن الاستثناءات، سؤالي عن آلية تصحيح الأوضاع، لأن يقول لك الخروج من المملكة العربية السعودية ومن ثم التقديم على فيزا مرة أخرى، لا توجد لا قنصلية ولا سفارة سعودية في اليمن، ما الذي كان يفترض بيد المخالفين عمله حتى يستفيدوا من هذه المهلة؟ هو لا يستطيع، كان هنالك بعض التسريبات تقول انه يستطيع ان يشتري اقامه ويكون جهه القدوم مسقط او جهه القدوم الخرطوم، باعتبار انه فقط تبقى للسودان الدوله الوحيده اللي نستطيع ان يزورها المواطن اليمني دون تاشيره، اما مصر او الاردن او غيرها من الدول اللي كانت في السابق يزورها اليمني لا يستطيع ان يزورها اليوم الا بتاشيره مسببه، كمان تأشيرة مسببة يعني سبب الزيارة مرض أو ما إلى ذلك. فلذلك أصبح الآن كثير من الشباب سواء حتى الذين أعرفهم شخصيا أشتروا إقامات وعادوا إلى بلدانهم، ولكن السؤال الكبير متى سيعودون، متى ستفتح القنصلية، متى ستفتح السفارة، لا يوجد حتى الآن إجابة حقيقية وشافية مزمنة من الحكومة اليمنية والحكومة السعودية. يعني حتى وإن كانت لديك إقامة واشتريت إقامة أنت في الأخير معاملتك معلقة، يعني لأنه لا توجد لا قنصلية ولا سفارة سعودية في اليمن. صحيح، هم الآن اشتروا الإقامة عادوا إلى بلدانهم يقضون إجازة عيد الأضحى وبين أهاليهم وبعدين ينتظرون متى، لكن أغلب الظن أنه بعد إجازة عيد الأضحى المبارك ستصلح في جدة. شكرا جزيلا لك ماجد. لدينا اتصال آخر، الأخ علي من المملكة العربية السعودية، أهلا بك علي. علي لو تسمعني من الهاتف وتغلق صوت التلفزيون. يا استاذي انا بس اقدم كلمه بسيطه. تفضل اسمعني من الهاتف واغلق صوت التلفزيون لو تكرمت. معك من الهاتف. بس ابغى اوجه كلمه، بدل ما تعبوا انفسكم في برامج وتهتموا في مشاكل المغتربين، حلوا وضعنا في بلادنا يا اخي. ليه ما تسووا برامج تناقش اوضاع اليمن، تحل اوضاع الناس في اليمن؟ هذا اهم شيء. احنا في بلاد ما هي بلادنا، ما لنا حق ان نتكلم في بلاد ما هي بلادنا. لازم تحلوا اوضاعنا في اليمن، تعملوا لنا برامج في اليمن. تمام، هو كل دخلنا في السعوديه، هل هي بلادنا السعوديه؟ هو كل ما لنا حق نناقش قرارات سعوديه، ما لكم حق، انتم لكم حق تناقش بلادنا يا اخي، تصلحوا اوضاعنا في بلادنا، هذا الشيء اللي احنا طالبينه منكم. طيب تناقش اوضاع في كل ايش دخلنا فيها؟ طيب علي، وكل برامجنا عن اليمن والبث 24 ساعه عن اليمن. طيب انت علي بالنسبه لك انت مقيم في المملكه العربيه السعوديه. طيب علي اسمع، انت مقيم في المملكه العربيه السعوديه بشكل نظامي، ربما لا علاقه لك بحمله وطن بلا مخالف. لا متضرري، لا تفكر ان ما حد متضرري. طيب علي، لماذا لم تستفيدوا من المهله؟ طيب نبغى نشتغل في بلادنا، هذا طيب ان شاء الله. طيب ان شاء الله. طيب علي، لماذا لم تستفيدوا من المهله الاربعه الاشهر؟ اي مهله؟ الجوازات السعوديه وضعت مهله اربعه اشهر. كل واحد عنده ظروفه ما سمحت له. طيب شكرا جزيلا لك علي. طيب نذهب الآن لقراءة بعض المشاركات التي وصلتنا عبر الفيسبوك حول مدى تأثر العمالة اليمنية في السعودية من حملة وطن بلا مخالف. الأخ أكرم يقول: حسب تقديري سيتضرر أغلبية المقيمين إن لم يكن جميعهم، والسبب يعود إلى أن المستقدم للعمالة هو من يجبر الوافد على أن يكون مخالف لنظام الإقامة والعمل، وذلك من خلال استخدامه للعمالة دون امتلاك مؤسسة أو منشأة أو عمل للمقيم الذي استخدمه بغرض بيع التأشيرة بمبلغ يتراوح من 10 إلى 14 ألف، ما يجعل المقيم يعمل بشكل مخالف أو ما يسمى عمالة سايبة بسبب عدم وجود فرصة عمل لدى الكفيل نفسه. هذا صحيح وهو موجود ضمن القانون السعودي. الأخ أبو حسام يقول: اليمن دولة جارة واتفاقية الحدود أعطت امتيازات لليمنيين دون غيرهم مقابل ما تم الاستيلاء عليهم الأراضي اليمنية. اليمن تمر بظروف استثنائية ومن غير المعقول التعامل مع اليمنيين بنفس ما يتم مع المقيمين الآخرين. مقر إقامة الشرعية في الرياض تحت الإدارة السعودية، الحرب لا زالت قائمة في عدة مناطق في اليمن، والظروف الاقتصادية الصعبة والفنية والبنية التحتية دمرت بالقصف الجوي بطائرات التحالف وسفنها. المنطق يحتم تدارك السعودية لهذه الجوانب حفاظا لماء الوجه للشرعية المقيمة لديهم.
الأخ يونس يقول: يا سبحان الله، إنما ترزقون بضعائفكم، فإذا طرد الضعفاء ذهب رزقكم. أبو راس يقول: والله اشتريت الإقامة كلفتني 20,000 وعندي عائلة أصرف عليها، ولي سنتين ونص باقي منها 8,000، يأخذ كل سنة والكفيل يأخذ كل سنة تجديد 3,700، والحين ضيقوا علينا وطن بلا مخالف، لكن الله فوقنا. هو في الأخير قانون للمملكة العربية السعودية، ويجب على كل المقيمين احترام هذا القانون. طيب، مشاركة أخرى. عدلي يقول: حملة وطن بلا مخالف حملة سيتضرر منها الجميع، حيث أن غالبية المقيمين يعتبروا مخالفين لنظام الإقامة والعمل، سببها الرسوم المفروضة عليهم من قبل، والتي أجبرت الأغلبية على طلب خروج نهائي بسبب عدم قدرتهم على دفعها. أضف إلى ذلك الوافدين الذين صرفت لهم إقامة زائر، والتي يتوجب عليهم بموجبها التسجيل وفق نظام أجير، وغالبيتهم يندرجوا تحت ما يسمى عمالة سائبة، وهناك العديد منهم لم يستطيع تجديد الإقامة بسبب الرسوم المفروضة. الأخ ناصر يقول: مخالف بلا وطن، هذا حال من لا وطن له، حال كل مغترب في مملكة الرمال، أين يغادر هذا المخالف؟ أين يذهب؟ فلا مكان له ولا ملجأ. طيب، لدينا اتصال. الأخ منصور الهلالي من الرياض، أهلا بك منصور. أهلا أستاذي، مرحبا. منصور، منصور، منصور تفضل. هل أنت مقيم بشكل رسمي؟ هل أنت ضمن المتضررين من هذه الحملة؟ ما هي الانطباعات وكيف تتابعون بدء تنفيذ هذه الحملة؟ ما الذي بيد اليمنيين فعله؟ المخالفين أتحدث عنهم. شكرا لكم أخي على إثارة هذا الموضوع الذي أقلق الجميع، وفعلا كارثة على كل العمالة اليمنية بشكل عام. أنا طبعا مقيم رسمي 10 سنوات. والله يا أخي الوضع الحالي وضع صعب جدا. ايش اقول لك؟ هو بشكل عام حتى لو شفنا الموضوع وطن بلا مخالف، هذا يستمر على المخالفين نظام الاقامه، او اللي يشتغل عند غير كفيله، او عنده مشاكل في اقامته، وعندك اقامه زائر برضو. المقيمين الرسميين عندهم مشكله اخرى، اللي هي اضافه الرسوم الجديده اللي اقلقتهم جدا على اهليهم، على مرافقينهم، عليهم انفسهم برضو. وبنفس الوقت كمان في عندنا مشكلة السعودة، مسعودة المولات، هذه أشياء كلها بتضر في المقيم اللي مش مخالف أصلا، والوضع سيء جدا. يعني لو نظرنا للحملة اللي تقول يعني وطن بلا مخالف، سيقابلها إيش؟ نلاحظ أنه هناك مغترب بلا وطن، وين يروحوا؟ ستكون كارثة كبيرة جدا أخي. طيب، كارثة. هل تعتقد أنه عدد اليمنيين المخالفين والمتضررين هو عدد كبير؟ لا توجد حتى الآن إحصائيات رسمية، يعني لا يوجد أي تحرك للسفارة، للقنصلية، هناك غموض في الموضوع. بالفعل هذه الكارثة، أن هناك صمت غريب، يعني ما لقيتش من يتكلم معنا. من يتكلم على المغترب اليمني أكثر من يتضرر هو المغترب اليمني. الأوضاع الراهنة في اليمن والحروب وين نروح؟ من مسؤول عنه؟ يتكلم مع مين؟ من اللي المشكلة أنه أصبح المغترب يعاني من كل الجهات، لا دولة، لا وطن، لا حكومة، لا فين يروح؟ أصبحنا تائهين من الغربة والوطن. الوطن أصبح الحين فين؟ لا طيب. يا أخي، لكن قد يقول لك أحدهم: من حق المملكة العربية السعودية فرض القوانين والأنظمة التي مناسبة لها، وبالتالي على اليمني المغتربين هناك أقلمت أنفسهم والتكيف مع هذه القوانين والأنظمة. نحن لسنا ضد اتخاذ أي قرار، من حق المملكة أن تتخذ أي قرار لصالح أنها واستقرارها، بس هناك يا أخي أحنا نراعي الظروف الإنسانية، ندعوهم أن يراعوا ظروفنا وحالتنا والوضع الراهن في اليمن. يعني أكثر هو العام بشكل عام ما يضر كل المقيمين في السعودية، والأكثر ضررا هم اليمنيين. إن نروح لا وطن، لو افترضنا عودة كل المغتربين للوطن، ايش بيكون؟ كارثة البطالة، فقر وجهل ومرض وبطالة، والبطالة نتائجها كارثية. طيب، على اليمن وغير اليمن. طيب، ونحن نتحدث عن وطن بلا مخالف، عن هذه الحملة، كانت هناك مهلة 4 أشهر، لماذا لم يستفيد اليمنيون من هذه المهلة؟ أخي، الحملة فعلا عطت مد، اغلب اليمنيين اكثرهم بدون عمل، والمطلوب منهم قدرتهم. يعني احنا لو قلنا نحسبها على الاقامه، على تبحث لك عن كفيل، تبحث عن مكتب العمل، تبحث من وين يجيب؟
هو يعني كالمستغيث بالرضا بالنار، يعني جو هنا علشان ايش يستفيدوا؟ عشان يشقوا على أسر. انت عارف ان اغلب الاسر اليمنية كلها دخلها من وين؟ من المغترب. المغترب اصبح هو البنك، اصبح هو المصدر الرئيسي لليمن او العوائل اليمنية بشكل عام. يعني وضعهم الصعب والقرارات اللي جت الاخيره هذه برضو صعبت الامور زياده. طيب أخ منصور، البعض يتحدث من داخل المملكة العربية السعودية من اليمنيين، يقول ربما وسائل الإعلام التي تناقش هذه المواضيع هي تثير ضجة، في حين أن الجهات الرسمية اليمنية تقوم ببعض الجهود في الخفاء من أجل استثناء اليمنيين. هل تلمس وأنت موجود داخل المملكة العربية السعودية أي تحركات للسفارة، للقنصلية، للحكومة الشرعية لاستثناء اليمنيين من هذه الحملات؟ والله أخي كما تسمعون نحن نسمع، قاعدة بدون طحين، يعني نسمع كلام لكن على الواقع لا يوجد أي كلام. الحملة بدأت والأمور سائرة ولا حد تحرك ولا طمن حد، يعني الأمور فالتة. يعني أنت مسؤول عن نفسك، أنت مسؤول عن نفسك، ما فيش حد مسؤول عنك. هذه الكارثة فعلا. طيب شكرا جزيلا لك منصور. من حق الإعلام أن يصير هذا الموضوع، من حق الإعلام ومن حق المملكة أن تتخذ قراراتها كما تريد، بس من كعمل يعني مراعاة للظروف الإنسانية والوضع الراهن في اليمن وين نروح؟ أكيد، وهذا واجبنا يعني في قناة بلقيس. هي ليست المرة الأولى التي نهتم بموضوع يخص المغتربين، موضوع حملة وطن بلا مخالف، هوية زائر، وباقي المواضيع. هي ربما سلسلة من الحلقات تم متابعتها ومناقشة هذه المواضيع من خلال برامج قناة بلقيس. شكرا جزيلا لك. لدينا اتصال آخر، نصر الأغبري من السعودية، أهلا بك نصر. مرحبا، السلام عليكم أخي. وعليكم السلام نصر، تعليقك حول الموضوع. والله تعليقي حول الموضوع وطن بلا مخالف، هذا فيها تأثير وفيها مصلحة. يعني من ناحية التأثير لليمنيين أصبحوا منكوبين، إذا أجى المقيم اليمني أن يروح أن يسوي حق المخالفة وينقل، كثروا عليه الغرامات والكفلاء حقهم يشردون وبلاغات ويتكلف إلى مبالغ. وأنت كما تشوف أنت الآن الشغل بالمملكة ما في إشغال ولا في أعمال ولا في أي شيء، وأصبحت حملة تأثيرية على المواطن على المغتربين. تقصد أن التأثير لا توجد إشغال بسبب القرار الآخر المتعلق بسعودة الوظائف؟ أيوة، أكيد بدون وظائف. وثانيا أصبح اليمنيين الآن الأغلبية نصهم هوية زائر هنا، لهم من 4 سنوات للذي هم أعطوهم قرارات بإقامة صحيحة ولا أعطوهم إنهم خروج إلى بلدهم، وأصبحوا الشعب اليمني منكوبين وفي اليمن منكوبين ولا أدري أين يحلوا برزقهم. طيب شكرا جزيلا لك ناصر. لدينا اتصال آخر، أذكر فقط بأن وزارة الداخلية السعودية قالت أنها ستعاقب مخالفي الإقامة والمتسللين عبر الحدود إلى أراضيها بالترحيل ودفع غرامة قدرها 15,000 ريال سعودي، تتضاعف المبالغ بتأخر تسليم الشخص لنفسه لتصل إلى 50,000 ريال سعودي للمخالف و 100,000 للمتسلل، إضافة إلى السجن لمدة 6 أشهر. أما عقوبة من ينقل أو يشغل المتسلل أو المخالف تتمثل بالسجن لسنتين ودفع غرامة مالية تتراوح بين 25,000 و100,000 ريال سعودي والترحيل في حال كان وافد وليس مواطن. العقوبات التي تشمل المنشآت المشغلة للمخالفين تصل إلى 100,000 ريال سعودي، إضافة إلى الحرمان من استقدام العمالة والتشهير وسجن المسؤول عن المنشأة لمدة عام. طيب لدينا مشاركات وصلتنا حول الموضوع عبر الواتساب نستعرضها. حملة وطن بلا مخالف، هذه الحملة هي بالحقيقة إجراء إداري ونظامي حق للأشقاء في المملكة العربية السعودية للقيام به لضبط عملهم وعلاقتهم مع المغترب الذي يشكل جزء كبير من البنية في العمل هناك. لكن بالنسبة للمواطن اليمني والمغترب اليمني هذا الإجراء يضره بشكل كبير جدا، لأنه يؤثر على
دخله وعلى دخل العديد من الأسر التي يعولها، خاصة في ظل هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيشه اليمن. الحقيقة من المفترض بالأشقاء أن يراعوا خصوصية المجتمع اليمني والشعب اليمني والظروف الاقتصادية التي يمرون بها ومدى احتياجهم لهذه العملة الصعبة التي يتم توفيرها من خلال حوالات المغتربين ومن خلال أيضا إعالة هذه الأسر التي تنتظر هذا المغترب لكفالتها وإعالتها. وطن بلا مخالف في المملكة العربية السعودية، يعني هذا الحملة أنا أشتي يا أخي كلمونا أقولوا وطن بلا يمني نفهمها، أما أنه وطن بلا مخالف كذبة، لأنكم تعرفوا أنه أكثر الجاليات هناك أكثر شيء هم اليمنيين المخالفين من المملكة العربية السعودية. يعني بالله عليك باكستاني كيف يتهرب للسعودية؟ اشرح حالي كيف يتهرب؟ احنا وياكم على الحدود ويتهرب، خرجوها اليوم يرجع لكم بكرة. إذا كانت هذه مشاركة عبر الواتساب حول الموضوع، لدينا اتصال. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من يا شباب؟ من؟ السلام عليكم، محمد حسن من جيزان. اهلا محمد، اتمنى تسمعني من الهاتف، تغلق صوت التلفزيون لو تكرم. السلام عليكم. وعليكم السلام محمد، اسمعني من الهاتف. نعم تفضل محمد، تعليقك حول الموضوع. اشكر قناه بلقيس على هذا البرنامج. ألو، شكرا لك، أسمعك، تفضل يا محمد واصل. أقول لك أشكر قناة بلقيس على هذا البرنامج، هذا واجبنا. لا شكرا على واجب. نعم، ونناشد الحكومة الشرعية بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي أن ينظروا للإخوان المغتربين اليمنيين الزائر، لأن لهم بعضهم من 5 سنة و6 سنة يبغون يغادرون للبلاد، والبلاد أوضاع مأساوية، ويسجلوا الآن في برنامج أجير، ما أدري إيش الوضع الذي يكون منهم يشملون هذا حملة وطن بلا مخالف. منتظرين الرد من الشرعية تجعل لهم حل. تمام، أتمنى أن تصل مناشدتك، شكرا جزيلا لك. شكرا لك محمد. لدينا اتصال آخر، إبراهيم، محمود إبراهيم، أهلا بك محمود. أهلا فيك والله محمود، تفضل اسمعني من الهاتف لو تكرمت. حياك حبيبي، كيف حالك محمود؟ أنت على الهواء محمود، تفضل. ناشد الحكومة السعودية يعني يصححوا وضعنا، لو يقدروا يعني يسووا لنا مثل الأولين، يعطونا يعني من عوانا هوية زائر ولا أي شيء، لأنه الآن أعطونا مرونات لا مننا روحنا، ولا يعني الأمور ما تسمحش، ولا أعمال ولا شيء، يعني خوفونا زيادة، يعني ما يكونوا يقولوا غرامة وسجن 6 شهور. طيب محمود، أنتم من المتضررين من حملة وطن بلا مخالف؟ أيوة، أنا كمان مجهول، أنا متضرر. طيب كانت هناك مهلة 4 أشهر، لماذا لم تستفيدوا من هذه المهلة وتصححوا أوضاعكم؟ الظروف الآن أجت، ما الظروف ما تسمحش، وأجي وأنا عاد أنا جديد يعني دخل، والظروف ما تسمح ليش إنه يعني أغادر المملكة، أروح اليمن ما عديش يعني طاقة نشتغل فيها، ما فيش ولا شيء، وأنت زي كيف وضع اليمن؟ طيب من كانت ظروفهم تسمح بالمغادرة، هل استفادوا من المهلة وصححوا أوضاعهم أم ربما هم متضررين أيضا حتى الآن؟ والله شوف، أنا لا ما أشوف، أنا كلهم متضررين، يعني اللي ما يقدر يشتغل شغل يعني كفيله إلا بالشهر شغال يعني برا، يمسكوه يقول يعني متجول يشيلوه يسجنوه وخروج على طول مغادرة. أي واحد يعني مثلا مقيم مع أمه ما عنده يعني شغل ما يشتغل عند أمه ياخذوه كمان، يعني يخلوا الشعب يعني كلهم يخافوا ما حد يشتغل. طيب محمود، انتم الان تعتبروا مخالفين بحكم القانون والنظام السعودي وحملة وطن بلا مخالف، ما الذي ستفعلوه الان يعني؟
والله الان انا جالس وخايف يعني نفسي انه اخرج حتى هذه تهريب يعني بشوف لي اي دب نفسي بحاجه وبخرج يعني خايف من الست وما اشوف هناك كيف يعني الاوضاع هنا زياده حكايم وذا يخوفوك تجي 6 شهور. طيب شكرا جزيلا لك محمود. بشير الذبحاني اهلا بك بشير. حياك الله اخي. حياك بشير، تعليقك حول تاثر وتبعات واضرار هذه الحمله على اليمنيين في المملكه. يا استاذ العزيز طبعا بالنسبه للقرار، القرار هو خاص بالمملكه العربيه السعوديه ونحن كلنا نتكلم بالنسبه لموضوع وطن بلا مخالف. فمش منش اليمنيين فقط، لكن نحن بغض النظر عن اي جنسيه اخرى نتمنى ان المملكه العربيه السعوديه تنظر لنا بعين الاعتبار بحيث الوضع الانساني القائم في اليمن من ناتج الحرب وناتج تشرد اليمنيين في كل انحاء العالم وبقاع الارض. ننتظر من المملكه العربيه السعوديه ان تعمل على استثناء اليمنيين بشكل خاص بحكم الجوار، بحكم الاخوه، بحكم النسب اللي موجود، حكم اليمنيين بحيث انهم من 100 سنين هم في المملكه العربيه السعوديه. فلا ننتظر منهم انهم يستثنون احنا طول الزمن، ولكن فترات الحرب الموجوده في اليمن. المتضررين كثير طبعا من اليمنيين وكثير من الجنسيات العربيه والاخرى. لكن احنا نريد ان نستثنى بشكل خاص كون الوضع الانساني الموجود في اليمن ناتج الحرب الموجوده. طيب ربما اليمنيين متضررين من هذه الحملة للظروف الاستثنائية أنهم لا يستطيعون العودة لليمن بسبب الحرب وصعوبة العودة ربما ومشقتها. المقيمين الآخرين من الجنسيات الأخرى لماذا يتضرروا؟ لأن البعض يقول أن الإجراءات والمهلة التي منحتها السعودية والآلية التي وضعت خلال 4 أشهر هي ميسرة للأمور. يا أستاذ العزيز نعم كل الجنسيات متضررة ناتج الحياة الصعبة اللي يعيشوها في بلدانهم. الإنسان مهما كان ما يعني ما راح يسافر من بلده ويسيب أهله وأرضه وناسه ووطنه من أجل إنه يتغرب غربة. لا يعني هي المسألة مسألة فعلا احتياجات الناس هذه استدعتهم الى انهم يسافروا الى بلدان العالم والهجره منها من ضمن المملكه العربيه السعوديه. المملكه العربيه السعوديه قامت بقرارات استعوذه، بقرارات يعني توطين بعض المهن، توطين واغلب المهن الان حتى منها الان السوبر ماركت الصغيره والبقالات اللي هي الان في العام القادم ستكون برضه من ضمن الاستوطان 100%. هذا امر يعود لهم، لكن نحن نتكلم انه نحن كيمنيين الان نرجو انهم يستثنون، احنا نرجو من الحكومه الشرعيه بعمل اللازم بحيث انه يستثنوا اليمنيين ولو حتى فتره اصلاح البلد حقنا. يقال ان الحكومه الشرعيه تقوم بجهود لكن في الخفاء من اجل استثناء اليمنيين، يعني وحتى البعض يستنكر على بعض وسائل الاعلام المهتمه بهذه المواضيع، لماذا تناقشون هذه المواضيع الان؟ لماذا تثير الضجه؟ الحكومه الشرعيه والرئيس هادي ورئيس الوزراء يقومون بجهود لكن هي ربما في الخفاء. يا اخي العزيز بالنسبه للحكومه الشرعيه لا يوجد منها اي شيء ملموس بحيث توجهت بهذا النطاق اللي هو خاص بالمغتربين. الحكومه الشرعيه نايمه على وجهها يعني ما فيش اي شيء. احنا نشكر طبعا وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، نشكرهم كثير على التفاعلات اللي هي مع اخوانهم المغتربين اليمنيين في بقاع الارض مش في المملكه العربيه السعوديه، نشكرهم كثير. طيب بشير شكرا جزيلا لك، انا مضطر لمقاطعتك، لدينا فقره اخيره في الحلقه ولم يتبقى لنا سوى دقيقة، نتابع هذه المادة التي وصلتنا وهي ريبورتاج من الشاب محمد عبد الحفيظ الشميري عن المآسي التي خلفتها الحرب في تعز، نتابع. قف هنا فلا تجد بشرا ولا تسمع همسا، الجميع قد نزح هربا من آلة القتل، فلا تجد إلا منازل قد استوت بالأرض وتغيرت ملامح المدينة، لم يعد ذلك الرجل المتبسم في متجره وذلك النجار في منجرته، لا أحد هنا، الجميع ينزح ولا يعرف وجهته،
والأرض تزرع ألغاما لتعطي الأبرياء صك الفناء. أما ذلك المريض الذي غاب عنه الطبيب والدواء، يتمنى جرعة يحتسيها لإيقاف ألم مرضه فلا يجدها. فسماء المدينة وأجواؤها يعلوها أصوات المدافع والقصف، لا قوة لديك لتحمل هذا الصوت، فهو يخطف الأسماع والألباب. أما تلك المدرسة التي علمت الأجيال العلم والمعرفة فقد أغلقت أبوابها وتشرد طلابها، ليصبح الطالب فريسة للتطرف والابتزاز، ليكون قانون الغاب هو السائد حين تعلن الحروب. فيا لها من حياة صعبة، كل هذه الأحداث بدمويتها وأثرها البالغ، أيقبلها منطق وعقل؟ أتقبلها النفوس الطاهرة؟ فالشر بكل أنواعه منبوذ بكل الأديان والأعراف. متى سيعود الأمن والأمان للوطن ويغدو اليمن عاليا، ينشد أبناؤه البناء والنمو، ويصدح الجميع بالنشيد الوطني من شماله وجنوبه بصوت واحد تعلوهم راية الجمهورية؟ إذن بهذه المادة وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة. شكرا لكم، تحية طاقم البرنامج، في أمان الله.